شاشة كرة وماذا جاء فيها؟ واثق محمد قاصد، محمد أمامية طويلة باتجاه المنطلق وحيدا في خط المقدم في هذه اللقطة. هنا خطأ دفاعي كبير والكرة في الشباك، استثمار مباشر للخطأ ما شاء الله. شنو تعليقك على الفيديو؟ خلنا نقرأ المعاوة 2 دقيقة. الحمد لله وشكرا. يعني هاي بالتمرين دائما أسويها، يعني دائما أنا بإيدي ألعب على عبد الزهرة، دائما يجي لي كل ما تستلمها ألعب ليها، فدائما مستمر وياه. بالمناسبة عندك تصانع هدف برجلك أيضا. صانع وي سنغافورة، أي وهاي وي فلسطين، نعم صنعتها المصطفى. شفت الواحدة وهاي المدربين اللي أشرفوا علي من يقولون 2-3 بس 2 الأغلبية، 2-1 يعني مدافعين 2 ومهاجم 1. أنت أول ما تستلم الكرة عينك وين؟ على المهاجم. على المهاجم، فدائما أنا من أستلم الكرة لو ألعبها برجلي لو ألعبها بيدي. ضروري يكون حارس المرمى إيده قوية بهذا. هسه ليش نوبات احنا كل ما نحكي نقول حارس منتخب ايران؟ شفتوا وين يوصل بيده؟ هي بالتمرين واكو واحد هيك بالفطره، يعني بالفطره بس التمرين هم تمرين يطور الفطره والموهبه ينميها. يعني طبعا هسه هاي من خلال تمريني، هاي من خلال التمرين دائما يعني اسويها، فالحمد لله وشكر بها الله وفقني جت وياي. حلو. طبعا هي تعتبر من الحالات النادره. ها الحمد لله. هاي يعني اكيد نشوف شاشه كورو ماذا جاء فيها. تكنيكهم قوي التنور صبري. الحمد لله شكرا. هاي خلصناها قبل آسيا 2007 والحد هذا يوم. هاي ايش قد صار لها؟ ما حد غلبكم؟ الحمد لله ما نخسر ابدا ابدا. يعني اذا اريد اسوي بطوله لتنس كره القدم اي لا لازم انا اشوف نور موجود، ما العب انا لوحدي. كبر نور شيه ببعوتشي بعوتشي ويجاء انا وياه، انا راح اكبر اكيد يعني غمض النفس عمري. وهم تفوزون ان شاء الله نفوز، لان هم راح يكبرون راح نلعب وياهم. لا اجيب لكم صغار. لا ما نقدر. لا صعب لان هي تكنيك علي طبعا، فمو ياه اللي يجيك. بس اكو لاعبين يكبسون بس ما متعود عليها، لان انا مستمر عليها انا ونور دائما مستمرين على بالتنس. تكنيك الحارس مهم؟ ضروري، اساسيات حارس المرمى هو التكنيك. القدم يجب ان تكون بقوه اليد لحارس المرمى. محمد مشتغل هسه، ليش احنا نشوف العالمين نشوفهم يشتغلون برجليهم؟ ليش العالمين؟ ليش ما انت تتطور؟ يعني الحمد لله والشكر هاي الموهبه عندنا انا ولا نور محمد حميد، واي حراس عندنا من جماعتنا يشتغلون برجليهم. كانما لاعب كره قدم تحس من يلعب برجليه. المدافع من يضايق وين يروح؟ يندار الحارس يلعب له يسوي له سنات. ليش دائما نشوف اللعبات الاوروبيه دائما يرجع للحارس؟ فالحارس لازم يلعب برجله. مباراه جماهيريه بملعب الشعب 30 او 40 الف متفرج. عندنا حارس يمتلك هذه الشجاعه ويروح يستلم من المدافع؟ الحمد لله وشكرا. انا بالنسبه لي انا مسويها. لا بعيدا عنك وعن نور مثلا، من الحراس الشباب، من الحراس الحاليين خلينا نقول. والله انا ما او لو ما منتبه او صاير يجوز عندهم، بس لا انا بالنسبه لي احكي عن نفسي، لا انا مسويها دائما، ودائما انا اللي اصيح على المدافعين، دائما انا اللي استلم، وانا احب ابني. دائما انا احب الابني. من اهم مواصفات الحارس ان يمتلك قدم قويه طبعا، تكنيك لازم عالي يشيل المدافعين، هو يشيل عليهم هم. من تشوف الحارس ما تك يشتغل برجله.